لقطة المباراة وبإذن الله هتكون لقطة البطولة هي لقطة أكرم توفيق وهو بيشيل الكرة من على خط المرمى، هدف محقق بنسبة 1000000% لنادي مازيمبي، وأكرم توفيق بمنتهى الثبات وبمنتهى الهدوء وبمنتهى التمركز الجيد جدا بيشيل الكرة من على خط المرمى، وطبعا بيشكر ربنا سبحانه وتعالى بعدها بعد الإنقاذ الرائع. هدف محقق بنسبة 1000% لنادي مازيمبي، ولكن الراجل يعني النهاردة عمل ماتش عظيم، هدف بيشيله من على خط المرمى بيخليك لسه في الماتش، بيبقي على أمالك. وفي آخر دقيقة في المباراة اللقطة الثانية برضو الأكرم توفيق بيسجل هدف مميز جدا بتكملة مميزة بتدل على أن الراجل ده عمل النهاردة مجهود كبير جدا من أول دقيقة لآخر دقيقة. في النص بقى خد عندك أكتر من استخلاص جيد، خد عندك أكتر من تاكلينج عالمي شبه الحاجات اللي كان حمدي فتحي بيعملها، راجل بيدخل بمنتهى القوة وراجل اتصاب إصابة قوية جدا ومع ذلك ما طلبش التبديل ولا مستواه نزل ولا أي حاجة ومكمل في الماتش بيلعب بمجهود يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحة. هي دي أهم لقطة في المباراة بالنسبة لي بغض النظر عن اللقطات الكتيرة والمشاهد الكتيرة الجيدة والمكاسب الكتيرة جدا النهاردة. أكلمك على أسامة أبو علي ولا على أحمد عبد القادر ولا على علي معلول اللي صنع جونين النهاردة ولا على محمد عبد المنعم وتألقه ولا على مصطفى شوبير والكلين شيت السابع في بطولة أفريقيا، مكاسب كتيرة جدا هنتكلم عنها. لكن في البداية ألف 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 مليون مليار مبروك للنادي الأهلي على التأهل لنهائي بطولة أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي الأهلي بيتأهل لبطولة أفريقيا، إنجاز تاريخي، جيل تاريخي للنادي الأهلي مش واخد حقه بالشكل الكافي، مش متقدر كما يجب أن يكون، لكن جيل تتفق أو تختلف مع إمكانيات اللعيبة مع بعض اللعيبة، لكن عامل إنجاز كبير ومرة خمسة على التوالي وإنجازات كتيرة جدا على مستوى الألقاب وعلى مستوى الأرقام. فكل التحية وكل التقدير لفريق النادي الأهلي، لمجلس الإدارة، للجهاز الفني، للجمهور العظيم اللي دايما وراء الفريق. تعال نتكلم بقى النهاردة عن المباراة، المكاسب الكتير جدا، مش عارف ابدا لك بقى من اللعيبه، نتكلم على اللعيبه اللي كانوا مميزين النهارده ولا نتكلم على المباراه بشكل عام. لكن يعني تعالى نبدا نتكلم عن ابرز اللعيبه النهارده اللي كانت مميزه بشكل كبير جدا من النادي الاهلي. علي معلول بيصنع هدفين، دايما بيظهر في الاوقات الصعبه، دايما بيظهر في الاوقات الكبيره، هدفين اجمد من بعض. الهدف الاول كرة كالعادة لمحمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم برضو كان متألق جدا النهاردة، قدر ان هو يسجل هدف، مفيش تأليف، مفيش الهرتلة اللي كان بيعملها، مفيش الاستعراض والغرور، مفيش الكلام ده من محمد عبد المنعم. الراجل عامل مباراة جيدة جدا، بيلعب السهل، مسجل هدف، مفيش اي تأخير في الكرة في الناحية الدفاعية، الراجل بيخلص بشكل سريع. من اللعيبة كمان اللي عملت ماتش كبير جدا أسامة أبو علي. أسامة أبو علي الهدف اللي سجله هو هدف يعني ربنا بيكافئه على المجهود الكبير جدا من أول دقيقة برضو لآخر دقيقة، تحركات، بيضغط بشكل قوي جدا، بيقدم مجهود كبير، بيفتح لزمايله، بيضغط على حارس المرمى ويرجع يقفل مع لعيبة نص الملعب بتاعت النادي الأهلي. التحرك بتاعه في الهدف كان مميز جدا، دخل في الكرة بجسمه كله زي ما تيجي، يعني دخل بشجاعة بطريقة فعلا مهاجم قناص موجود في النادي الأهلي. من اللعيبة برضو اللي عملت ماتش كبير النهاردة جدا هو العائد من غياب كبير أحمد عبد القادر، بقالنا كتير مفتقدين الحتة بتاعت واحد على واحد، اللاعب اللي يرقص، لاعب المعلم الرايق اللي بياخد الكرة بيروح واحد على واحد بمنتهى التميز وبمنتهى التألق، وده كان بيعمله النهاردة أحمد عبد القادر بشكل كبير. النهاردة عودة من جديد، بيتألق وبيقدم مباراة كبيرة جدا وبيحجز مكانه أساسي للنادي الأهلي. الأهلي بدأ النهاردة المباراة بشكل إيجابي جدا، بطريقة يعني فيها بعض التغييرات من مارسيل كولر اللي كان بيلعب بثلاثة في نص الملعب. الهدف بقى من إن الثلاثة يلعبوا مع بعض في نص الملعب كانت ان يبقى في ناس واقفة بتغطي في ظهر الجناحين اللي ما كانوش مكلفين بالأدوار الدفاعية. النهاردة بيرسي تاو وعبد القادر مركزين اكتر في الناحية الهجومية من اول دقيقة. كولر كان بيحاول ان هو يستقبل اللعب او ان هو يبقى عنده صدادة بتدافع او اكتر من لاعب بيدافع،
ويلعب على التحولات السريعه جدا احمد عبد القادر وبرسيتاو، وبالتالي كنت لما بتستلم الكوره بتلاقي اللعب الطولي للثنائي اللي بقول لك عليه، او بتلاقي تمريرات ارضيه لكن برضو نفس الثنائي اللي بياخد الكوره وبيروح، الفريق ما بيطلعش بشكل جماعي بشكل مرتب او بشكل فيه بطء، ولكن الاهلي كان عايز يلعب بشكل سريع يستغل السرعات يعمل تحولات سريعه جدا على فريق مازيمبي، وده حصل ولكن غاب عن الاهلي التوفيق بشكل كبير جدا. عشان كده بقول لك ان الاهلي كان نازل بشكل جيد بشكل فيه نوع من الايجابيه، كان نازل عايز يخلص، ولكن خلينا متفقين ان فريق مازيمبي فريق قوي، فريق جيد، فريق منظم، فريق رخم جدا بلغه الكوره. النهارده الناس من اول دقيقه لاخر دقيقه بترخم على الاهلي موجوده في الماتش، حتى بعد الهدفين يعني في اخر دقيقتين من الماتش تلاقي لعيبه مازيمبي بيقاتلوا وبيلعبوا بسرعه وبيروحوا يجيبوا الكره، ما فقدوش الامل في اخر لحظه في المباراه وهو بيحاول، وده ان دل على شيء فيدل على ان انت تفوقت على فريق قوي، فريق رخم، فريق عنده شخصيه وكان عنده رغبه حقيقيه في ان هو يتفوق عليك النهارده، ولكن قدرت ان انت الحمد لله تتفوق عليه. اي نعم عنده بعض الحاجات الرخمه، تضييع الوقت اللي يعني كان يجب على الحكم ان هو يكون اقوى من كده مع لعيبه مازيمبي. النقطه الثانيه التدخلات العنيفه خصوصا في اخر الماتش، الراجل يعني يستحق الطرد في كورتين، المدافع بتاعهم اللي هو ابو شعر ده الموريتاني، لا راجل المفروض كان يطرد في كورتين، راجل كان مقلقني ان هو مثلا يجيب صليبي لواحد من النادي الاهلي لان الحكم كان متهاون معاهم بشكل كبير جدا، لكن في النهايه قدرت ان انت الحمد لله تتفوق على العناصر القويه جدا لفريق مازيمبي، تتفوق على القوه والشراسه اللي هم كانوا بيلعبوا بيها، الرغبه في ان هم يكسبوك. مكاسب كتيره جدا النهارده من الماتش، عوده امام عاشور، تالق بعض اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عنهم، مصطفى شوبير بسم الله ما شاء الله بيحقق ارقام كبيره وجيده جدا برغم تعامله السيء مع الهدف اللي اتلغى، كنت اشوف ان هو يعني المفروض كان يطلع على الكرة من الاول، او كان يعني يتصدى بشكل قريب للكرة، هو راح بعيد عن الكرة شوية، لكن في النهاية الهدف اتلغى وشوبير بيحافظ على الارقام الجيدة والكلين شيت. واكتر من لاعب الحقيقة ماشي بشكل جيد جدا في الفترة الاخيرة، الريتم ماشي بشكل تصاعدي، والنهاردة رجل المباراة بتروح لناس كتير جدا، في اكتر من لاعب ظهروا بشكل مميز، معلول، محمد عبد المنعم، اكرم توفيق، احمد عبد القادر، وسام ابو علي، كل دول ناس اكرم توفيق ظهر بشكل جيد جدا، واشوف ان هو رجل المباراه في رايي الشخصي. الف مليون مبروك، هستناك تقول لي رجل المباراه في رايك الشخصي، واشوفك في فيديو جديد. فارق كبير، فارق عظيم، اديله عمري وبرده قليل. احمد فهمي، أحمد فهيم.